مكملين مع حضراتكم من داخل استاد السويس الجديد عقب مباراه بتروجيت وبدايه المحله في كاس مصر. معانا على الهواء مباشره كابتن رمضان السيد المدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن رمضان، مبروك النهارده الفوز 2-0، كنت واخد المباراه بجديه من اول دقيقه. الحقيقه كنا اولا تحياتي للكابتن ايهاب وكابتن خالد بيبو، واخدين المباراه من اولها. احنا عارفين مباراه الكؤوس فيها مفاجات كتير قوي، واللي ما بيحترمش المنافس الحقيقه بتلاقي المباراه بتهرب منك. فعشان كده احنا يمكن الشوط الاولاني احنا ادينا افضل اداء لنا الموسم دوت. في رايي احنا يمكن عندنا 6 انفرادات في خلال الشوط الاولاني، يمكن الشوط الثاني يعني اطمأنوا شويه على النتيجه، لكن انا في رايي من الاشواط القويه جدا اللي احنا اديناها السنه دي. كابتن رمضان، السنه دي بتروجيت بينافس على المربع الذهبي للدوري الممتاز، انه بينافس ايضا على كاس مصر؟ والله طبعا. اي بص، مسابقه الكاس يعني 50% ليك و 50% للمنافس في كل المباريات اللي انت بتلعبها، فطبعا حاطين نفسنا بشكل قوي جدا وبشكل مميز جدا ان شاء الله باذن الله، ومستعدين. بالنسبه للمربع الذهبي احنا بنسعى، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. احنا يمكن السنه دي اجتهدنا الحقيقه في الفتره الاخيره ديت، وربنا الحمد لله ماشيين بخطوات كويسه. كابتن رمضان، شهاب الدين احمد اول صفقه رسميه لبتروجيت في الويندوز يناير لبتروجيت، هل في صفقات ثانيه نقدر ان احنا نفرد بيها على شاشه السي بي سي؟ في صفقات ثانيه بس طبعا الاسماء صعب، لان في تفاوض الحقيقه ما بيننا وبين انديه. لكن في مهاجم افريقي جاي بكره ان شاء الله بنشوفه في مباراه وديه، وان شاء الله باذن الله عندنا صفقتين ثاني تتعمل ان شاء الله. المراكز ايه يا كابتن؟ عندنا المهاجم الافريقي، وعندنا مركز الباك ليفت، وعندنا باك رايت. تجهيزات كابتن رمضان السيد لمباراه الاهلي المرتقبه يوم 20 يناير المقبل. يعني التجهيزات العاديه، مباراه النهارده كان استعداد لمباراه الاهلي، وعندنا مباراه الاهلي ومباراه انبي، مباراه على مستوى عالي جدا، لكن احنا مستعدين ان شاء الله باذن الله ليهم، ونقدم مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا. دي كانت تصريحات الكابتن رمضان السيد المدير الفني لفريق بتروجيت بعد ما فاز النهارده فريقه 2-0 على فريق بلديه المحله في كاس مصر. دي كانت تصريحات، عوده مره اخرى للاستوديو وإيهاب الكومي.